مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بحضراتكم، وأيضا نجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. بنرحب بحضرتك مجددا يا دكتورة، وكنا بنسأل حضرتك قبل الفاصل كيف جسد القرآن الكريم عاطفة الأمومة؟ القرآن الكريم ذكر العاطفة دي ويعني وساق أمثلة ليها في أكثر من مثال. في مثال كلنا يمكن عارفينه وبنتكلم فيه وبنسمعه كتير جدا، قصة أم سيدنا موسى. جسد القرآن الكريم صورة الأم اللي قد إيه كانت شغوفة، وقد إيه كانت بتتصارع داخلها المشاعر الجياشة بين خوفها على ابنها اللي خلاص هو معرض للقتل من فرعون اللي خايف على ملكه، بين كونها أم المفروض تخاف على ابنها أو تسعد بيه لأن هي جابته خلاص للدنيا. الصراع النفسي اللي كان موجود داخل أم سيدنا موسى في الوقت ده مش أي أم ممكن تتحمله، إلا الأم اللي حقيقي حست بأن ابنها فعلا معرض للخطر، وأنا بختار وربنا سبحانه وتعالى ألهمني بفضله وكرمه أنه خلاص أنا علشان أنقذه من الحتف اللي المفروض هيلاقيه زي كل الأبناء في الوقت ده أن أنا ألقيه في اليم. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها أن هي ترضعه فتطعمه، فيكون في شيء منها ومن المعاني اللي خاصة بالأم اللي بتربطه بيها خلاص دخل جوف سيدنا موسى عليه السلام وهيربطه بيها طول الحياة، وربنا سبحانه وتعالى برضو ما حرمهاش من أي تربيه وإن هي تخاف عليه، فأوحى برضو لابنتها إن هي تعرض عليهم المرضع اللي هي هتبقى مين؟ إن هي برضو هتبقى أم سيدنا موسى عشان ينفذ وعد الله سبحانه وتعالى ويتم يعني ويكون الإرضاء الإلهي من رب العزة سبحانه وتعالى لأم موسى علشان تكون خلاص أنا سمعت كلام الله. وده برضو مثال للأم المتدينة الواثقة بالله سبحانه وتعالى. أنا لما كنتش واثقة برحمة ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش ألقيت ابني في اليم، لما كنتش واثقة برحمة ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش هيبقى جوايا اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيعيده إلي وإنا جاعلوه من المرسلين كمان، يعني مش هيبقى أي حد، ده هيبقى نبي وهيبقى نبي عظيم. وكلنا بنقرأ قصة سيدنا موسى تكاد تكون هي القصة الأكثر ذكرا في القرآن الكريم. ده مثال عظيم جدا لو نظرنا لقيمة الأم ونظرنا لرحمة الله سبحانه وتعالى بالأم ونظرنا للدور اللي ممكن تؤديه أي أم. مجرد فكرة أرضعيه دي برضو رسالة عظيمة جدا ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها الأمهات في قصة سيدنا موسى. فكرة الرضاعة مهمة جدا جدا جدا، يعني الرضاع بالنسبة للوليد شيء مهم جدا إن هو يكون من أمه، إن هو يكون بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فطرة في البشر. دلوقتي في ناس كتير ممكن ما تنظرش للموضوع بالأهمية دي، لكن لو فكرنا فسيولوجيا وطبيا كل شيء بيقول لا أنا لازم يبقى كل أم يعني تنظر للموضوع ده إن هو رسالة. لا، الرضاعة أمر مهم جدا، تحدث عنه القرآن الكريم، تحدث عنه رب العزة سبحانه وتعالى في الرسالة اللي ألقاها لأم موسى بالوحي، ما ينفعش أغفل عنه ولا غض عنه الطرف أبدا. عايز أنتهز فرصة وجود حضرتك معنا كعضو في مركز الأزهر العالمي للفتوى، وتشرح لنا كيفية الاهتمام بفقه الأمومة والأسرة في تعليم الفتيات. إحنا دلوقتي ذكرنا أن مرحلة مهمة جدا جدا علشان أنا أكون أم أن أنا أنشأ تنشئة صحيحة. هو ده بقى الإسلام ما تركش أي مرحلة إلا واهتم بيها. الإسلام اهتم بالفتاة من الأول لما يعني وعد أبوها بتربيتها اللي هيربيها تربية صحيحة بأنه هو يكون له أو هي تكون له طريق للجنة. التربية الصحيحة شيء مهم جدا عشان أنا أخلق أو أوجد فتاة تكون نافعة في المجتمع ده، تكون تقوم بدورها الرئيسي في المجتمع، تكون أم. مهم جدا برضو عشان أنا أؤدي دوري كأم وأربي بنتي صح إن أنا ما نشغلش عنها. مهم جدا نتكلم عن المعنى ده لو أنا حتى ما ذكرتوش قبل كده، إن أنا ممكن أكون أم وأم عاملة وبتشغلني نفسي أكتر بكتير جدا من الدور المهم اللي أنا المفروض أؤديه في البيت. مهم جدا عشان بنتي تلاقيني موجودة وقت ما تحتاجني، علشان أكون أم صالحة مربية للفتاة دي بشكل صحيح، إن أنا أكون موجودة في كل مراحل حياتها وهي لسه طفلة وهي شابة في مرحلة المراهقة وهي خلاص بدأت تكون البذرة إن هي تكون أم بعد كده. مهم إن أنا أقوم بالدور ده. الإسلام ما أغفلش أي مرحلة من المراحل، الإسلام اهتم بالفتاة وبالتربية، فالأم لما تكون واعية ومدركة ومتدينة هتربي فتاة بشكل صحيح.